المنسق العام للحوار الوطني اهتمام الرئيس السيسي بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية برز منذ خطابه في 2 إبريل بعد أدائه اليمين الدستورية. المنسق العام للحوار الوطني الرئيس السيسي وضع حماية وصون أمن مصر القومي في مقدمة المحاور 7 لمهام فترة الرئاسة الجديدة. المنسق العام للحوار الوطني الرئيس السيسي أكد مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا. المنسق العام للحوار الوطني الرئيس السيسي رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. المنسق العام للحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني أكد بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية. المنسق العام للحوار الوطني مجلس أمناء الحوار أكد على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة. المنسق العام للحوار الوطني مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية غدا. المنسق العام للحوار الوطني رفع توصيات الجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه مناسباً.